Good morning, everyone. صباح الخير عليكم جميعا. Welcome again to English class. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية إلى حصة اللغة الإنجليزية. This is teacher أماني, معاكم Miss أماني. واليوم إن شاء الله تعالى أحبابي الحلوين, we will start a new section. بدنا نبلش مع بعض إن شاء الله تعالى بقسم جديد في اليونت 7 في الوحدة السابعة, وهو قسم القواعد الجرامر, جرامر سكشن, قسم القواعد. بالبداية لحتى تكون قاعدتنا في الوحدة السابعة سهلة ويسيرة, لازم نراجع مع بعض البرونونز عشان تكون الأمور إن شاء الله تعالى واضحة. بالبداية, what do we mean by pronouns؟ ماذا نعني بكلمة pronouns؟ pronouns 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 ضمائر, أحسنتم. إذن pronouns ضمائر. الآن هذه الضمائر هي عبارة عن كلمات بتحل محل الاسم. إذن pronouns الضمائر هي كلمات تحل محل الاسم. الاسم, أوكي. بتنقسم الضمائر إلى قسمين, singular pronouns, plural pronouns. singular pronouns, plural pronouns, بمعنى ضمائر مفرد بس تعملها مع كل شيء مفرد يدل على واحد, وعندنا ضمائر الجمع plural pronouns يلي بستخدمها مع أي شيء يدل على مجموعة. إذن pronouns الضمائر تنقسم إلى قسمين, singular pronouns ضمائر مفرد, plural pronouns ضمائر جمع. الآن mention for me the singular pronouns. يلا نذكر مع بعض ضمائر المفرد. ضمائر المفرد هي she, وبستخدمها للبنت, he, وبستخدمه للولد, بالإضافة إلى it. it بستخدمها لغير العاقل, وحكينا مثال على غير العاقل, إما الحيوان أو الجماد. excellent. الآن ضمائر الجمع هي I يلي معناها أنا, we معناها نحن, you أنتم, وفي النهاية عنا they. they يلي معناها هم. هم. again مرة تانية, she هي للبنت, he هو للولد, it لغير العاقل سواء كان حيوان أو جماد. عندي ضمائر الجمع I تعني أنا, we نحن, you أنتم, they هم. أوكي. الآن قاعدتنا لليوم إن شاء الله تعالى رح تعتمد على استخدام الضمائر في الجملة, بمعنى حسب الضمير الموجود عندي في الجملة رح أعبي إن شاء الله تعالى في الفراغ مجموعة من الأمور. خليني أوضح لكم الآن شو عنوان قاعدتنا بالإضافة إلى طريقة تعاملنا معها. أوكي. The title of our lesson, عنوان درسنا لليوم في قسم القواعد, هو verbs
verbs to be, verbs to be. المقصود بكلمة verbs to be أفعال البي. verbs معناها أفعال. الآن شو نوع الأفعال يلي بدنا ناخدها؟ بدنا ناخد أفعال البي. verbs, verbs to be, verbs to be. أفعال البي. بي بمعنى إنه في عائلة اسمها عائلة البي وفي جواها أفراد أو أفعال. هدول الأفعال هم يلي بدنا نتعامل معاهم. إذن إحنا اليوم رح نتعامل ونتعرف مع بعض على أفعال عائلة بي. بي أوكي. الآن أحبابي الحلوين، أفعال عائلة بي يلي رح نتعامل معاهم في درسنا لليوم هم فعلين فقط، تمام؟ رح نتعامل مع فعلين سهلين كتير وحلوين كتير وكتير صغار، المفروض إنه نعرف كمان نلفظهم بالطريقة الصحيحة. رح أبلش معاكم بالفعل الأول واللي هو is. إذن الفعل الأول من أفعال عائلة بي is. والفعل الثاني هو are. is. أوكي. كأنه أحبابي الحلوين منلفظ حرف الإس في كلمة is والإي silent letter حرف صامت في كلمة are في الفعل are. إذن أفعال البي اللي رح نتعامل معاهم هم is are. هدول هم الفعلين يلي رح نتعامل معاهم إن شاء الله تعالى في هذه القاعدة. بالبداية كتير ضروري أحبابي الحلوين نعرف إنه الفعل is يستخدم مع ضمائر المفرد. إذن الفعل is يستخدم مع ضمائر المفرد singular pronouns، والفعل are يستخدم مع ضمائر الجمع. ضمائر الجمع excellent plural pronouns. إذن أفعال العائلة بي هم is بستخدمها مع ضمائر المفرد، are بستخدمها مع ضمائر الجمع. الآن خلينا نرجع نعدد مع بعض ضمائر المفرد واللي هم she, he, it. إذن بستخدم الفعل is مع she, he, it ضمائر المفرد. أما ضمائر الجمع فعندي I, we, you, they. إذن بستخدم الفعل
are مع I, we, you, they وهي ضمائر الجمع. ضمائر الجمع. الآن خلينا نوضح كيفية التعامل معهم خلال الجمل. الآن أحبابي الحلوين، بعد ما حكينا أنا وياكم إنه إحنا بنستخدم is مع ضمائر المفرد و are مع ضمائر الجمع، وعددنا ضمائر المفرد وضمائر الجمع، في ملاحظة جدا مهمة لازم تعرفوها حبيت أحكي لكم إياها في النهاية لحتى تكونوا مركزين معي كتير كويس، بالإضافة إلى إنه إن شاء الله تعالى ما يصير عندكم أي نوع من أنواع الخطأ أو اللبس. بالبداية ضمائر المفرد she, he, it بستخدم معاها is، وهذا الحكي بتاتاً ما عليه أي نوع من أنواع الإشكال. الآن بالنسبة لضمائر الجمع، ضمائر الجمع حكينا إنه بنستخدم معاها are. هلأ شو هي ضمائر الجمع؟ I, we, you, they. في اللغة الإنجليزية بنستثني من ضمائر الجمع يلي بنستخدم معاها are الاي، بستثني الاي من ضمائر الجمع. كيف يعني مس اماني؟ يعني مع ار ما بستخدم اي حتى لو كانت ضمير من ضمائر الجمع، بمعنى بستخدم مع ار كل ضمائر الجمع الا الاي. يعني اذا حكينا إنه إحنا شو رح نستخدم مع R، رح نستخدم معاها فقط we, you و they. أما ال I فأنا ما بستخدمها مع R. أوكي؟ إذن فقط وضحت لكم إنه ال R بستخدمها مع ضمائر الجمع، عددت ضمائر الجمع كاملة، ولكن بحب أذكركم إنه الـ I ما بستخدمها مع الـ R. يعني في هذه القاعدة ما رح نشوف مع بعض الضمير I، فقط رح نستخدم she, he, it مع is، we, you, they مع are. إذن القاعدة بتقول يستثنى الضمير I من ضمائر الجمع ولا يستخدم مع الفعل R. إذن لا نستخدم الضمير I مع الفعل R. أوكي؟ الآن لحتى تكون أمور القاعدة واضحة علينا أكثر إن شاء الله تعالى، عندي مجموعة من الجمل يلي من خلالها رح نعبي is أو are. الآن طريقة تعاملنا مع الجملة كالتالي: بالبداية لازم أطلع على الضمير الموجود في بداية الجملة وأحدد إذا كان ضمير مفرد أو ضمير جمع. إذا كان ضمير مفرد رح أستخدم معاه is، أحسنتم، وإذا كان ضمير جمع رح أستخدم معاه are. Very good. الآن sentence number one، الجملة الأولى: you فراغ fat. الضمير عندي ضمير you. Is it a singular pronoun or a plural pronoun؟ ها
هل هو ضمير مفرد أم ضمير جمع؟ ضمير جمع، أحسنتم. وضمائر الجمع بستخدم معاها is or are. are، أحسنتم. إذن رح أعبي في الفراغ are. you are fat. very good. sentence number two، الجملة الثانية بتقول she فراغ happy. she is it a singular pronoun or a plural pronoun؟ هل هو ضمير مفرد أم ضمير جمع؟ ضمير مفرد، وضمائر المفرد بستخدم معاها is ولا are. is، أحسنتم. بتصير الجملة she is happy. you are fat. أنت سمين. she is happy. هي سعيدة. very good. okay. they فراغ sad. they ضمير مفرد أم ضمير جمع؟ جمع، رح أستخدم are، أحسنتم. they are sad، هم حزينين. they فراغ hungry، برضو they ضمير من ضمائر الجمع يلي رح استخدم معه are، أحسنتم. they are hungry، هم جائعون. sentence number five، الجملة الخامسة، he فراغ weak. he singular pronoun، ضمير مفرد، رح استخدم معاها is. is he is weak، هو ضعيف. we فراغ in the park. we ضمير من ضمائر الجمع اللي رح استخدم لها are، احسنتم. are we are in the park، يعني نحن في الحديقة. And the last sentence، والجملة الأخيرة، it فراغ small، بمعنى هي أو هو الشيء الجماد أو الحيوان صغير. طيب الـ it ضمير مفرد أم ضمير جمع؟ ضمير مفرد، رح أستخدم لها is. very good، أحسنتم أحبابي. okay. الآن نلاحظ في الجمل السبعة عدم وجود الضمير I أبداً، بالرغم من أنه ضمير من ضمائر الجمع. إذن تستخدم is مع ضمائر المفرد جميعها she, he, it، وتستخدم are مع ضمائر الجمع we, you, they، ما عدا الضمير I. I ما بنستخدمه مع الفعل are. That's all for today. هذا كل شيء لليوم. I hope it was easy. بتمنى إنها كانت سهلة عليكم. كتير ضروري نركز على is و are وطريقة استخدامنا لإلهم مع ضمائر المفرد وضمائر الجمع. Thank you for listening. Thank you for watching. شكرا للاستماع والمتابعة. See you next time إن شاء الله تعالى.